وهذا سائل يقول: وفقك الله، هل يجوز أن نقسم آية الدين في ركعتين؟ لا، ما يجوز هذا. آية الدين آية واحدة تقرأ جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا صليت وقرأت، يعني وصل العجز إلى هالحد تقسم الآية بين ركعتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.